باسم كلية التربية الرياضية وزملائي أعضاء التدريس جميعا وعلى رأسهم أستاذ الدكتور شعبان حلمي وكيل كلية الدراسات العليا وزملائي الحضور من المدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالكلية، بنرحب جميعا بمعالي الوزير أستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة السؤال. بنرحب أستاذ عبد الناصر مدير عام المخازن والمشتريات، أستاذ إسماعيل الزهري مدير عام رعاية الشباب، والحضور جميعا من جامعة سوهاج وبالأخص من كلية التربية الرياضية. بنرحب بأولياء الأمور جميعا، أهلا بحضراتكم في رحاب جامعة سوهاج، أهلا بحضراتكم في رحاب كلية التربية الرياضية كإحدى كليات الجامعة لتخريج الدفعة الثانية 2018. بكرر ترحابي بأولياء الأمور بالتحديد، أنا أقول لحضراتكم أنتم لكم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في رعاية أبنائكم طلبة وطالبات 4 سنين من الجد والاجتهاد في كلية يصعب فيها الأداء جانب عملي وجانب نظري. من سمات الكلية الانضباط والأخلاق والأداء، وهذا نهجنا مع معالي رؤساء الجامعة السابقين أستاذ الدكتور محمد سيد إبراهيم، أستاذ الدكتور نبيل نور الدين عبد الله، أستاذ الدكتور صفا محمود السيد قائد بعمل رئيس الجامعة السابق ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الحالي. ونكمل المسيرة مع معالي الوزير أستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم اللي بيحب الأنشطة جميعا، وخاصة كلية التربية الرياضية ليها عند حضرته سنة زيادة في التقدير. سامحوني أنا نسيت أرحب بزميل عزيز فاضل كريم أستاذ الدكتور محمود عميد كلية الصيدلة اللي مشرفنا ونورنا، تحية للدكتور محمود. أنا بعتذر للدكتور محمود. كلية التربية الرياضية بقالها العام الخامس، خرجت دفعة 2017 كان قوامها 336 طالب وطالبة. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل معالي رئيس الجامعة وافق سعادته على تعيين 9 معيدين، تم استلام العمل فعلا ل9 معيدين في أقسام متنوعة، التدريب، التدريس، الإدارة، ومنهم لأقسام العلوم التربوية وعلوم الصحة. وننتظر من معاليه ان شاء الله الرحمن الرحيم كما هو معهود عن سيادته بالكرم ان يكون فيه من بين ابنائي دفعه 2018 المتفوق الذي يستحق، وفي ضوء امكانات الجامعه من الدرجات الماليه بنامل ان حضرته يوافق ان شاء الله الرحمن الرحيم على تعيين بعض الاوائل. وهذا الامر يخص اداره الجامعه، الكليه تقترح واداره الجامعه متمثله في معالي رئيس الجامعه بيشوف المتاح من الدرجات الماليه وفي ضوء احتياجات الكليات وبيدي كليه التربيه الرياضيه. وانا كل ثقه في الله سبحانه وتعالى وفي حضرته ان سعادته كريم مع كليه التربيه الرياضيه. طلاب التربيه الرياضيه، انا بقول للساده اولياء الامور الموجودين حاليا ان دفعه 2017 في لا يقل عن 80 خريج طالب وطالبه بداوا فعلا من بعد التخرج للعمل في الميادين المتنوعة، سواء في التدريس كمتدربين في المدارس العامة والخاصة، أو التدريب بشتى أنواعه في الألعاب الجماعية والفردية داخل مدينة ومراكز سوهاج وعلى مدن كثيرة خاصة المدن الساحلية، لأن مع رئيس الجامعة بدينا فرصة إن إحنا ندرب أولادنا على ما يتعلق بالقيادة والتبعية، وأيضا دورات متخصصة في مجالات عديدة منها إصابات الملاعب والعلاج الطبيعي وفي الجنس بكافة أنواعه، القدم والباسكت والطايرة واليد والألعاب الفردية